يلي هو ما يقارب 130 مليار 125 مليار 100 مليار، المبلغ يؤخذ ويوزع بطرق معينة أنت تشرف عليها شخصيا، لأنه ما في ثقة بكل هالناس. أرجوك، لأن سوريا مزرعة لأبناء القرداح. يخرج رامي مخلوف في مقطع مصور موصيا ابن عمته بشار الأسد بأخذ بقرة من المزرعة السورية وذبحها والوقوف على قبان توزيعها شخصيا، في إطار ما قيل إنها تمثيلية ورسائل خفية وعلى البيع لسد أثمام الجوع والموالين. سدلهم فيها جوات، سدلهم فيها يعني، بس ما بقى تستحمرونا، ما بقى تستجحشونا كشعب. السيدة ماجدة اعتزلنا الغرام، نحن اعتزلنا البزنس، لن يكون هناك أعمال جديدة لها مكاسب شخصية. قبل نحو 20 سنوات خرج رامي مخلوف كأحد أكبر حيتان السرقة، معلنا تحول غنائمه وسرقاته للعمل الخيري. وحذر مخلوف برسالة موجهة لإسرائيل من خطر ثورة السوريين وسقوط نظام أسد على أمنها. حرف. واليوم يطل مخلوف بمقطع مصور ليكرر إعلانه قبل 20 سنوات بتحويل سرقاته للعمل الخيري من خلال عدة مليارات منهوبة، ثم توجيه رسالة تأكيد طائفية للأقلية العلوية. أننظر إلى شكل التمثيلي الذليل ومشهد الحطب من خلفي؟ هذا ما سيحل بكم إن أنتم تركتم آل أسد ومخلوف، فبالقتل والنهب والتهجير حكمنا سوريا 50 عاما، وإن تخليتم عن ذلك سنعود إلى حجمنا وحقيقتنا. ما بهمنا نحن أن تنهار، بهمنا نحن تستمر تضل عم تخدم الدولة من خلال تقاسم الأرباح. وفي تمثيلية رامي مخلوف التي لم يبلعها حتى الموالون، تساءل كثيرون عن الشخصية السنية التي كان يلمح لها مخلوف في مسرحيته، إلا إذا كان يقصد فيها أسماء الأخرس التي لا يبدو أنها بحسب مصادر لا تقل إجراما عن زوجها ودعمها لقتل وتهجير الأكثرية السنية. عن جد وين كنا وين صرنا؟ بلشت ضغوطات. لكن ومع انتشار مشاهد مخلوف على مواقع التواصل ثم خروجه بمقطع جديد للحديث عن بدء نظام أسد بحملة اعتقالات لموظفي شركاته، ذهب كثيرون لتأكيد مخطط تسعى عائلات القرداح لتنفيذه بهدف حشد استقطاب إجرامي أكبر من خلال إظهار مخلوف الذي مول ميليشيات القتل العلوية بمظهر المسكين الواعظ المستهدف. وفيما رأى البعض أن ظهور ناهب أموال السوريين يهدف لإعادة بعض الهيبة لبشار كمسيطر وآمر، بعدما تأكد للموالين أنه مجرد مجرم وسارق وتابع لدول احتلال، يرى آخرون أن ما يجري لا يعدو عن كونه محاولة لتوجيه الأنظار عن الحوثي والسارق الأول أي بشار إلى شخص يمكن اختصار مسمى وظيفته بالمرابع، أو كما اعترف ووصف ذلك بنفسه. وليس أنا، أنا جزء يسير بسيط صغير يا بصهي. أنا اليوم عم دير هالعمل،